عادة كثير من المؤرخين سواء في المغرب أو المؤرخين الأجانب الذين درسوا المغرب، طبعا هناك تحليل باراديغماتي، نقول إن شئنا نعود دائما لابن خلدون لأن وضع لنا وصف دقيق بالنسبة للقرن الرابع عشر، ويتضح من هذا الوصف ما هو هذا المغرب العميق الذي ستهزه اتفاقية الحماية وبداية الاستعمار وسيتواصل التطور منذ ذلك الحين. مغرب يجمع المؤرخون عادة على أنه المغرب ماشي ديال العهد القديم الروماني، المغرب الوسيط اللي بقى حي وقوي حتى دخول الحماية، هو مغرب تشكل ما بين القرن أواسط القرن الحادي عشر وأواسط القرن الرابع عشر. مغرب يعني تكونت الخطوط أو المعالم الرئيسية لشخصيته، ما يسميه بعض الأنثروبولوجيين بعد مارغريت مين الشخصية القاعدية أو الشخصية الرئيسية، تشكلت أنساقه المعيارية الأساسية التي بعض منها لا زال حيا إلى اليوم، الدين، الثقافة إلى آخره. هذا المغرب الوسيط اللي بقى حتى بداية الحماية هو مغرب عادة ما نصفه، والوصف بقى هذا الوصف ديال لا بريكاريتي الهشاشة ظل قائما في دراسة الأنثروبولوجيا حتى الواتر بيري مثلا عندما يدرس المغرب في بداية الكتاب يتحدث عن هذه الهشاشة، هذا لا بريكاريتي، ينظر إلى المغرب وكأنه نسق على وشك انهيار لكن لا ينهار. هذا لا بريكاريتي أتتنا من هذا التصادم القوي والبنيوي القائم ما بين قبائل والمدن، ما بين المغرب القبلي، المغرب ديال النوماد ديال الرحل، والمغرب سيتادا العد اللي خلق العلاقة بينهم دائما ديالكتيكية والقوية والعنيفة أحيانا، جدلية قوية شكلت وجه المغرب. ثم أيضا هذه العلاقة اللي كاينة ما بين المدينة والأرياف أيضا عنصر أساسي في تشكل وجه ديال المغرب القديم. ثم القبائل كعنصر فاعل وقوي أقوى من المدن من ناحية القوة العسكرية والديناميكية وسلطة صنع القرار التاريخي، بمعنى أن القبائل كانت تخلق المدينة، تضبط إيقاع المدينة، لأن يمكن المدينة تطور لمدة معينة ولكن تجي القبائل وتوقف هذا التطور. ليست لنا مدن على النمط الإيطالي، مدن التي تتطور في قرنين ثلاثة قرون لتنتج أنماط إنتاج جديدة إلى آخره. هذا المغرب أيضا من بين أوجه دياله النظام المعياري والرمزي، الإسلام ما سمي في الدراسات القديمة ديال فترة الحماية الإسلام بوبولير، الإسلام مارابوتيك، ما يؤخذ اليوم غيافونتي، يعني الإسلام غيافونتي اليوم إعادة اكتشاف إسلام جديد وصنعه ما يسمى بالإسلام المغربي، الوجه المغربي للإسلام، بأن هذا الإسلام المغربي هو مخالف في كثير من معالمه للإسلام المشرقي. أنا لن أفصل في خصائص كل هذا، ولكن فقط لأذكر بهذه الدراسات اللي درست الوجه القديم للمغرب. المغرب له مؤسسات قوية معروفة جدا، مؤسسة العائلة طبعا، العشيرة إلى آخره، القبيلة، المخزن، تجدون الكثير من الدراسات حول هذه المؤسسات، الوالي والزاوية، المؤرخون المغاربة درسوا كثيرا هذا، الفقيه بطبيعة الحال، ورجل الدين سواء رجل الدين في النخبة اللي تكون في العاصمة أو رجل الدين المحلي، الفقيه المحلي أو الفقيه ديال القبيلة إلى آخره. ثم لو مغابو بطبيعة الحال اللي سميته هنا الوالي إلى آخره. هذا المغرب ما هي علاماته الرئيسية؟ تقريبا 10% ديال الساكنة ديالو اللي كانت كتسكن في المدن، يعني حتى العهد الحماية 10% ديال ساكنة المغرب اللي كانت في المدن. المغرب يطغى عليه الأمية بصفة عامة كما طغت على كل المجتمعات الزراعية القديمة ما قبل العصر الحديث، يعني أغلب سكانه ما كانوش يتمكنوا من القراءة والكتابة، اللغة العربية كانت تتكلمها نخبة قليلة جدا وهي اللي في دوائر المخزن
الكتات الشانسيلغي والفقهاء وبعض الفقهاء ايضا المشارطين في هذا وفي الزوايا. اذا نسبه قليله انكوش يعني واحد القشره من الفوق اللي كتكلم اللغه الفصيحه، بينما اللغات هي لغات فيرناكولير اللغات الشعبيه اليوميه. هذا المغرب ايضا معروف بهذه الهشاشه ديالو لعلاقه المدينه والباديه اللي كانت علاقه متوتره باستمرار سوسيولوجيا. هذه فقط معالم المغرب القديم اللي غتشوفوا هذا المغرب الذي هو في طور التحول والذي تحول والذي ينتمي الان الى الماضي، ولو ان بعض معالمه على المستوى الثقافي والرمزي لا تزال قائمه. الوغ الان اشنا هي هاد التوجهات الكبرى والتحولات الوازنه اللي كيعرفها المغرب الحديث، وما هي هاد التغيرات اللي كتصنع الوجه ديال المغرب الحديث او البعض منها اللي كنعتبره اساسي، واشنا هي العناصر او العوامل اللي كتخلق الان قطيعه عميقه جدا في علاقتنا بهذا المغرب، المغرب العميق او المغرب التاريخي الوسيط. قبل ذلك بغيت نقول لكم شنو هي الفرضيات اللي كنطلق منها باش تفهموا يعني النموذج النظري او النموذج المنهجي الذي استعمله لقراءه هذه التحولات. هو نموذج مستمد من دراسات انثروبولوجيه تاريخيه انجزت على مجتمعات اخرى هي المجتمعات الاوروبيه، واستخرج منها موديل داناليز يعني نوع من النموذج التحليلي الذي استخدمه طبعا لقراءة المغرب. طبعا سيقال ولماذا نستمد نموذج تحليلي من تاريخ أوروبا بينما نحن مجتمعات مخالفة؟ أنا في بيري في هذه الناحية، بمعنى أن العلوم الاجتماعية تستمد يعني مناهجها النظرية ومفاهيمها ليس من تربة معينة، ولكن هي نحت يعني بناء عقلي يعني يطبق على جميع المجتمعات الإنسانية، كما هو الأمر في الأنثروبولوجيا والسوسيولوجيا. أنا لا أعتبر بأن الانتماء لثقافة معينة يعطي نوع من الامتياز، ماشي حيت كننتمي للمغرب يعني يمكن نحلل مزيان المغرب، يمكن واحد يجي من أنجلترا ويحلل المغرب أحسن من المغربي. الانتماء لا يعطي افونتاج ابيستيمولوجيك، ليس لأنك منتمي لثقافة بمعنى أن عندك امتياز ابيستيمولوجي لتحليل في المنطقة، إنما البناء العلمي والأدوات العلمية التي نبنيها والتحليل العلمي الذي نبنيه هو الذي يعطينا القدرة على النفاذ الظواهر الاجتماعية في بلد ما، بمعنى يونيفرساليست على أن العقل البشري ولي كاتيجوري العقل البشري والمفاهيم والنظريات وطبعا المناهج التي يستخدمها قادرة على النفاذ للظواهر في مختلف المجتمعات وفي مختلف الثقافات بطبيعه الحال. اذا هذا هو لو فون ايبيستيمولوجيك اللي كنطلق منه، ما هوش يعني لكل مجتمع حضارته وثقافته ويجب ان ينتج مناهجه الى اخره. هذا لو كان الامر كذلك لما كان لا سوسيولوجيا ولا ايبيستيمولوجيا ولا اي شيء من هذا القبيل، غادي يكون كل مجتمع مجرد جزيره صماء مسدوده الاوتيست يعني كتنتج ثقافتها لوحدها الى اخره. وهذا الباراديغم موجود في بعض الخطابات يعني الان، خصوصا في البلدان اللي العلوم الاجتماعيه والعلوم الانسانيه فيها ضعيفه الجذور ولم تستطيع النفاذ الى قلب المنظومه الجامعيه وغيرها. النموذج هذا النظري تبلور عند الكثير من المؤرخين والانثروبولوجيين الانجلو ساكسون. الان من بين الذين يستخدمونه في العالم الفرنكوفوني ايمانويل تور وكثير من المؤرخين الاخرين، بمعنى نستمد عاده من فرضيه لمؤرخ بريطاني اسمه لورنس ستون. هو درس الثورات الثلاث، الثوره الانجليزيه، الثوره الفرنسيه، الثوره البولشيفيه في روسيا، و اذا استثنينا الخصوصيات واذا استثنينا العناصر البوليتيك السياسيه والاجتماعيه الى اخره، وخصوصا تاريخ الثوره في حد ذاته كل ثوره شنو هي العناصر الخصوصيه ديالها، هو حاول يمشي ما هو مشترك، ما هو العنصر
الذي يجعل مجتمعا معينا يتحول لدرجة أن أنظمة السلطة والمنظومة المعيارية والمنظومة الثقافية تنهار أو تتلاشى لتخلق أنظمة جديدة. عند دراسته لهذه المجتمعات الثلاث في اللحظات ديال التاريخية المتفاوتة طبعا ليس في لحظة واحدة، وجد أن تحول نصف ساكنة المجتمع الذكور عادة لما بين 20 و 24 سنة من الثقافة الشفوية للثقافة المكتوبة، بمعنى أنهم أصبحوا متعلمين، هذه اللحظة لحظة مفصلية في تحول المجتمعات، بمعنى ما سميته من قبل لحظة التحول الثقافي. إذن التعلم، تعلم 50% من السكان، اللي 50% ديال واحد المجتمع كتعلم كتدوز من المدرسة، كيكون هناك تحول كبير، وكتكون نوع من الأزمة الإيديولوجية، أزمة الأطر الإيديولوجية المؤثرة للمجتمع. هذه فرضية مستمدة من ملاحظات ديال المجتمعات بازي سيغ، يعني تحليل ديال التحولات اللي وقعوا في المجتمع إلى آخره. فقط باش تعرفوا، يعني بريطانيا كان نصف المجتمع ديالها كيعيش في المدن في القرن 17، يعني 100 سنة قبل فرنسا. كيبان يعني علاش الثورة البريطانية مثلا قبل هذه وعلاش هذه. إذن كاين واحد العناصر معينة ثابتة اللي كيجيبها التحليل التاريخي الأنثروبولوجي واللي كتعطينا هذا الخريطة. ناخذوا الآن هذه الخريطة اللي كتشوفوا اللي كتبين يعني ليفولوسيون ديال التطور اللي حصل فيما يخص تمدرس الساكنة ديال المجتمعات الأوروبية. يعني هذا التمدرس اللي كنسميوه التعليم الجماهيري، لا ماسيفيكاسيون لونسينيمون، لما كيولي كيمس ماشي نخبة قليلة ولكن كيمس قاعدة اجتماعية عريضة. الألوان اللي بالأسود هما المجتمعات اللي التعلم فيها، ديك 50% اللي تكلمت عليهم، وقع قبل 1700، أي قبل بداية القرن 18. وشنو هي ديك المجتمعات؟ هي المجتمعات السكندينافية. المجتمعات اللي بدا فيها التعلم ما بين بداية القرن 18 ونهايته هي اللي كتشوفوا فيها مخطط بالأسود والأبيض، يعني فرنسا جزء منها، ألمانيا بطبيعة الحال، وليس الجنوب، وليس الجنوب كما تلاحظون. ما بين 1790 و1890 حتى الأواسط القرن 19 بدأت كتشوفوا في إسبانيا الجزء الشمالي منها وليس الجزء الجنوبي اللي بدأ كيدخلوا التعليم في القرن 19. ثم كنزلوا إلى غاية كنوجدوا أن آخر من نشر التعليم يعني على الساكنة ديالو هو جنوب إيطاليا، جنوب إسبانيا، وأيضا البرتغال الذي سيصل إلى مستوى التمدرس في السبعينات، والسبعينات تذكرنا بتحولات في البرتغال. هاد الخريطة ترتبط بمقاييس حجم الساكنة المتعلمة في أوروبا.